تعيش الإمارات حالة جوية مضطربة على مدار الأيام الأخيرة، حيث تتعرض لعواصف شديدة وأمطار غزيرة تتساقط دون هوادة. تترافق هذه الأحوال الجوية العنيفة مع رياح عاتية تصل إلى درجة شدة قوية جداً، مما يتسبب في خلق جو من الدمار والفوضى في الإمارات. يا ترى ماذا يحدث في الإمارات الآن؟ هيا بنا نرى الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الصلاة على النبي والإعجاب بالفيديو. تشهد العديد من المناطق الإماراتية هطول أمطار طوفانية، مما يؤدي إلى غمر الشوارع الرئيسية في مختلف المدن. يعم الهلع والخوف السكان، وتعاني حركة المرور من تعطيل شديد، حيث يصدر الدفاع المدني تحذيرات ملحة للمواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والحيطة. شدد الدفاع المدني في أبو ظبي على أهمية أخذ الحيطة والحذر خلال تقلبات الأحوال الجوية الماطرة، وتوجيه الانتباه خلال هطول الأمطار وتجنب الأودية ومناطق تجمع مياه الفيضانات. وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر غزارة الأمطار والفيضانات والعواصف التي تضرب جميع أنحاء الإمارات، بالإضافة إلى شدة هطول الأمطار في معظم المدن، مما أدى إلى حدوث فوضى في الشوارع. توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات تشكل سحب ركامية ترافقها أمطار ورياح نشطة وقوية في بعض الأحيان، حيث تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق الشرقية. وتتزامن تلك الأحداث مع إعصار وفيضانات مدمرة تضرب دولة الصين. شهدت العاصمة الصينية بكين والمناطق المحيطة بها دماراً هائلاً جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في كارثة مأساوية. وبحسب تقارير حديثة من محطة CCTV التلفزيونية، فقد لقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم، وما زال هناك 30 آخرون في عداد المفقودين. تلك الأمطار الغزيرة تسببت في دمار شامل، حيث تضررت المنازل والمباني والبنية التحتية. شوارع المدينة تحولت إلى أنهار جارية، مما أدى إلى غمر السيارات والمرافق العامة. صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حجم الدمار الهائل الذي حل بالبلاد. السلطات الصينية تعمل بجد لمواجهة هذه الكارثة وتقديم المساعدة للمتضررين، وتتخذ السلطات تدابير وقائية صارمة للتصدي لهذه الكارثة ومنع وقوع مأساة إنسانية تشبه تلك التي حدثت في الصين عام 2011، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص. وأصدرت السلطات أعلى مستوى إنذار بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة والأمطار الغزيرة. أدت هذه الظروف الجوية القاسية إلى غرق العديد من الأحياء وانقطاع التيار الكهربائي وتعطيل حركة المرور في جميع أنحاء العاصمة. وللأسف تعرض العديد من السكان لإصابات خطيرة جداً. تعيش شمال الصين تحت وطأة عاصفة دوكسوري منذ يوم الجمعة الماضي، ونصحت السلطات الملايين من الأشخاص بالبقاء في منازلهم وتجنب مناطق الإعصار. بدأت سلسلة الفيضانات التي تضرب وتجتاح دول العالم بفيضان هائل في دولة تركيا الأسابيع الماضية، حيث تعرضت دولة تركيا مؤخراً لفيضانات قوية ومدمرة جنوب البلاد. هطلت أمطار غزيرة بشكل مفاجئ، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بسرعة هائلة. تشكلت تيارات فيضانية وسيول جارفة اجتاحت المدن التركية، تسببت في غمر السيارات والمنازل السكنية وحتى احتجاز السكان داخل منازلهم. عانت تركيا من دمار هائل جراء هذه الفيضانات، حيث تم تدمير البنية التحتية بشكل كبير. الشوارع والطرقات أصبحت غير قابلة للمرور، والجسور تضررت وانهارت، مما أدى إلى عزل العديد من المناطق. الأماكن العامة والمحلات التجارية تضررت بشكل كبير، والمرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات تأثرت أيضاً، وغرق بعضاً منها تحت مياه السيول. تلك الفيضانات التي ضربت تركيا تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. تم تسجيل مئات الإصابات ومقتل العديد من الأشخاص، وما زال العديد في عداد المفقودين. الدمار الذي لحق بالمناطق المتضررة لا يمكن تجاهله، ويتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء المناطق المتضررة. الصيف القاسي يستمر، وتتوالى الكوارث الناجمة عن تغير المناخ وتأثيراتها السلبية على العالم.
فقد شهدت سلوفينيا فيضانات قاتلة أودت بحياة العديد من الأشخاص وتسببت في إصابات جراءها. وفي الوقت نفسه اندلعت حرائق الغابات في البرتغال وقبرص وإيطاليا، مما أدى إلى حالة من الرعب والهلع واضطرار العشرات من الآلاف من المواطنين إلى الإجلاء. ولم تكن السويد والنرويج بعيدة عن هذه السيناريوهات المأساوية، حيث شهدت هطول أمطار غزيرة تسببت في خسائر فادحة وسقوط ضحايا وإصابات في تلك البلدان. وعلى غرار الكوارث التي تحدث في جميع أنحاء العالم، حذر العديد من العلماء بشأن الفترة المقبلة وتوقعهم لحدوث أحداث مروعة قد تتسبب في خسائر جسيمة، سواء بشرية أو مادية. هذه التحذيرات تستند إلى العديد من العلامات والأدلة التي تشير إلى أن الأرض على وشك دخول فترة في غاية التدمير، ويبدو أننا على أبواب نهاية العالم. عند النظر إلى تاريخ الصين، يكشف عن واقع مؤلم ومتكرر من تكرار الكوارث الطبيعية التي تضرب البلاد. تمتاز الصين بتنوع جغرافي هائل وتضاريس متنوعة، مما يعني أنها تواجه تحديات فريدة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل والأعاصير والانهيارات الأرضية. دعونا نلقي نظرة على بعض الأسباب التي تسهم في تكرار هذه الكوارث في الصين. تعاني الصين من مناخ متغير ومتقلب، تشهد بعض المناطق مواسم مطرية غزيرة وفصولا جافة طويلة، مما يؤدي إلى تراكم المياه وتكاثر الفيضانات. على سبيل المثال، نهر اليانغتسي ونهر النهر الأصفر، اللذان يعتبران أكبر نهرين في الصين، يمران عبر مناطق ذات كثافة سكانية عالية ويتأثران بالأمطار الغزيرة والذوبان الثلجي، مما يجعلهما عرضة للفيضانات المدمرة. الأراضي، مثل التوسع العمراني السريع والتجمعات السكانية الكبيرة، يؤدي هذا النمو غير المتوازن إلى تجاوز الحدود الطبيعية للأنهار وتعدي الأنهار المتعرجة، مما يزيد من احتمالية حدوث الفيضانات وتأثيرها على المناطق السكنية. وتواجه الصين تحديات في تطوير بنية تحتية قوية ومناسبة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، على الرغم من الجهود المبذولة.